الاعتداء البارح الذي حصل عليهم من حرق الخيام وأطلاق النار جريمة لن تمر بدون عقاب، وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا. احنا شفناهم على ولن نسكت عن هذه الجريمة أبدا. احنا شفنا على مدى هاي الأسابيع اللي مضت التظاهرات القوى يعني المتظاهرين والمعتصمين يقدمون حتى الطعام للأجهزة الأمنية وقوات الشغب. شو اللي صار البارحة؟ جزء من المؤامرة، جزء من المؤامرة البارحة التي خطط لها البارحة أن يحدثون شرخا بين المتظاهرين السلميين وبين الأجهزة الأمنية، ويحاولون أن يوقعوا بين الأجهزة الأمنية وبين المتظاهرين السلميين، وإن شاء الله لن يفلحوا في ذلك. دماء هذه الشهداء عندما تقوم أنت بالرد بهذه الطريقة بإطلاق الرصاص الحي بشكل قصي معناه شنو؟ هؤلاء المتظاهرين ما كان لهم مطلب إلا ضد التزوير، وعدم صبرك وردك بهذه الطريقة معناه أنت المسؤول الأول عن التزوير وبوك أنت يا مكتب. يا كاظمي وكل من يقف مع الكاظمي وخلف الكاظمي وامام الكاظمي وكل من شارك في هذه الجريمه، ونحن الان نعرفه فردا فردا. دماء الشهداء محاكمتكم، دماء الشهداء محاكمتكم. اذا احنا اليوم من الايام تركنا دم ابو مهدي وتركنا دم ابو حج قاسم عشانه ردنا وصل الكل قاعدة أمريكية حاشانه. أيها الكاظمي بما تستحق من وصف اسمحها من الشعوب الأصيل. دم الشهداء هو محاكمتك، والله العظيم دم الشهداء محاكمتك وكل من ساهم بإطلاق النار. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أعتذر دا أضحك بس التصريح اللي طلع بي قيس خزعلي يضحك والله. المهم للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركون ويانا على أرقامنا التالية. من داخل العراق تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة، عندكم ذني الرقمين تقدرون تتصلون بينا من زاخو إلى الفاو بأي دقيقة من دقائق البرنامج. من خارج العراق وأيضا من الداخل تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعندكم ذني الأرقام الاثنين إضافة إلى رقمين من الداخل أربع أرقام للاتصال. هذا الرقم اللي راح يطلع هنا تلقون هنا مكتوب عبر الرسائل، هاي الكلمة تبين لكم انه هذا الرقم مو للاتصال. اللي يدق علينا على رقم الواتساب ما راح نقدر نجاوبه وما راح يقدر يحصلنا على هذا الرقم. اخوي العزيز اختي العزيزة تردون تتصلون بالبرنامج مو هذا الرقم، عندكم اربع ارقام تقدرون تدقون عليهم. نرجع للموضوع. سمعتوا قيس خزعلي ايش قال؟ لا هو وهادي العامري والله يضحكوا ما شاء الله الشباب. يقول له دم الشهداء حرام، واللي بتشرين وقعوا ذولا شنو؟ لا وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين هذا عمل إجرامي، واللي صاروا يا ثوار تشرين شنو؟ بغداد والنجف وبابل والناصرية والبصرة وميسان وكربلة بعد. قتل الناس حرام، واللي صار بالغربية اللي صار بالمقدادية اللي صار بالراجدية اللي صار بالضلوعية اللي صار بالمدينة اللي صار وين؟ شجي بكم يا مكان من قتلوا بناس بالعراق. لا أفوق قار يعني يقول الاعتداء الذي حصل يوم أمس لن يمر. أنتوا تلاحظون أنه هذا العامري من قال لن يمر اليوم إيش صار؟ أكو أربع مسيارات طارت ببغداد قصفت بيت، هذا البيت مال رئيس أعلى هرم سلطة بالعراق اللي هو مصطفى الكاظمي ما شاء الله، القائد العام للقوات المسلحة ينضرب بيته بأربع مسيارات ما شاء الله. يعني يبدو أنه مصطفى الكاظمي دا يحافظ على سيادة العراق بشكل جميل، لأنه لما لزم أربعة من ضمنهم خبير صواريخ إيراني خامسهم دازوا صورته بالبساطيل ما أريد أقول كلمة ثانية، ولما صارت الانتخابات وانتهت وصارت تظاهرات وما أعرف شنو وتعامل وياهم مثل ما هم تعاملوا ويا ثوار تشرين ضربوا بيته بأربع مسيارات ويقولون إيده تصوبت على أساسه.
أنا أريد أفتهم قيس الخزعلي ليش زعلان؟ أريد واحد يجاوبني قيس الخزعلي ليش زعلان؟ مو أنت وجماعتك كنتوا تصرفون نفس التصرف ويا ثوار تشرين بذي قار؟ ما تتذكر من رحت وتتوعد الناس وتقولها للمرأة أنا أجيب ليش قتلت رجلك وما أعرف شنو واحد من القادة الأمنيين اللي انقتل؟ عندنا اتصال؟ أبو علي من أبو غريب حياك الله. الله يحفظك إن شاء الله، الله يطول عمرك. حياك الله يا غالي. الله يخليك. والله يا عمي هي سوالف، يعني أنت من السوالف يعني شيء معقول، بس تعال الواحد شي سولف. نعم. شي سولف على مصطفى الكاظمي نجى من الموت. غير مفروض يخصص حتى تقاعد للعراقيين، يطلع السجناء من السجين، يسوي له شغلة، يعني يسوي له شغلة للعراقيين، يخصص راتب للموظفين، زيادة راتب، يطلع السجناء، يسوي للمتقاعدين. هذا اللي هذا الشتاء يجى المفروض نفط يسوي للعراقي للعراقي، يعني شلون يعني مصطفى الكاظمي نجى والدول العربية كلها يعني كلها الشيد بسلة، يعني غير يسوي له شغلة يطلع السجناء هذول المظلومين، هذا الطفل اللي يصرخ وأبوه مو يمه، والمهجرين اللي طلعوهم من يم المحافظات، كل محافظة هاي حوبة العراقيين جاي هسه جاي يدورون على الطرف الثالث. الطرف الثالث وين؟ يلا خلي دورة. لا أنا أبو علي أردفتهم، يعني اللي صار اليوم وقصف بيت الكاظمي هو هذا تهديد هادي العامري وقيس الخزعلي إنه اللي صار ويا المتضارين على الجسر أو على باب المنطقة الخضراء ما راح يمر سلامات، يعني نفتهم إنه أكو شيء جاي بالطريق؟ والله أكو هواية أشياء ما حد يعرفتن، لا قيس قيس الخزعلي لو هادي العامري ما حد يعرف ليه الشيء اللي جاي هاي من رب العالمين، هاي حوبة العراقيين، حوبة أهل الجنوب، وحوبة أهل الغربية، وحوبة أهل الشمال، رب العالمين جاي يطلعها. والله يا عمي واشكرك شكر جزيل إن شاء الله. شكرا لك أبو علي. أبو ياسين من محافظة ديالى حياك الله يا أبو ياسين. حياك الله الذهب الغالي وحياك الله المحترمين. حيا ودوم يا أخوي. الحمد لله على سلامة رئيس الحكومة الموقرة الحكومة الرشيدة. الكاظمي حضر الجنازة تلبسوك بدة الحشيد برضاك، ولكن تنزعك إياها بالقوة بالصواريخ. يطلع يتحدث ولا ما هجموا بيته يقول الحوار، ويقول هذا المسيرات الجبانة والصواريخ الجبانة أنت زرعتوها، أنت يا دولة إيران هذا جزاكم، يعني لا تخجلوا من هذه الميليشيات اللي تهددكم وتضركم حق داركم. هذه رسالة مو الكاظمي يا أخي أغل، هم الكاظمي ما حسب الأحساب، بس هذه رسالة الفصحون الصدري، هاي تهديد الأذن اللي يقول لأنت المرشح مالك الكاظمي، يقول له مصيرك مصير هذا. يا مقتدى وين جمهورك وين أصارك؟ يلا لا أبو ياسين أنا بس عندي سؤال أهم، يعني هسه لما يطلع يقول صواريخ جبانة أو طائرات مسيرة جبانة أو أفعال منفردة ما يعرف، يعني هسه هو كان يطوط الروحة وما زال بهالمنصب هذا، يعني ما شايف مدير مخابرات يقول أنا بالمخابرات. المهم هو مو مدير مخابرات أو مدير جهاز المخابرات العراقي، زين معقول هذا الجهاز الموجود بالعراق اليوم ما أعرف هاي منين طارت؟ رئيس جهاز المخابرات هو كان يستر على جرائم الميليشيات هالفترة كلها، صار أكثر من سنة من السلم، وهي هاي الزعامات نفس اللي جابتها مو المتظاهرين جابوها، هاي الزعامات هذا العامل والخزعلي ذول الجبناء ذول إيران لصباب هذا المنصب واستر عليه ذاك اليوم مصول يمه على مشكلة على متزوير انتخابات ما انتخابات. فهو هذا شنو جهاز المخابرات؟ هو جاي بالمنصب تزوير والفضح بكتاب جابه تزوير على اساس امريكا نصبته، وبعدين كشفتها الدوله، بعدين ظلوا بعد ما يقدروا ايش يقولون. هو هذا صور مو رئيس حكومه، هذا رجل اعلام فضل مثل الاعلام. نعم. ولكن هسه يا الله يصدر
يلا وين صارك بس عد كبع زوجة بس على تشيل ذبحتهم. يلا اطلع دافع على الخضراء، اطلع دافع على الحكومة، تعقوة الحكومة أخي هذولا تقبلها الأرض ما شوف بتتحدث إيراني راح تسكر هذا العمل. لأن هاي المسيرة منين يا الكاظمي جيب 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 عليها وحق شنو ما شنو محركها وشنو جسمها هاي السيارة مسيرة إذا إيران طلعت عليك تسكر هاي الأجمة. هذا كله عمليات من نتحدث نقول هذول من إيش هذول دولة إيران دولة أتباع إيران دولة خدم إيران لمن دم الشهيد حرام. انت العامل مو انت تقاتلنا مع الخمر المقبور المشعول الصفحه مو انت تقاتل الجيش العراقي مع ايران شو قصدك دم الشهداء حرام زين هاي الشهيد تشرين هاي مو دم حرام هاي دم هشين الجبل هاي الشباب الحلوه اللي طالب خبز جديد وطالب التعيين واللي طالب بوطن مو قتلتهم بتشت جمادهم بالدخانيات انتوا شنو هاي الجوازيه مالكم؟ هاي العلم يتعبون على اتباعكم، على هذول السدد اللي جو وياكم الخدم. اجل لك هذول كلاب ايران. هذا ماكو حلال وحرام، انتوا عندكم كله حلال. الفجور حلال، الاستباحه حلال، السرقه حلال. نعم. ما خليتوا ما دمرتوا بالعراق. انتوا شنو من بشر؟ انتوا ما عندكم قيم ولا عندكم اصول ولا عندكم شرف ولا عندكم ولاء للعراق. قوات العراق انتوا انزال انتوا ابيضكم نجس خزعليه وصدرها وحكيمه وعاميه والخزعليه كلكم جوانا دولة ايران كلكم كلاب ايران والله العظيم هاي الساعه ما تبقى لكم من تفضل شباب احرار ابطال. نعم شكرا لك ابو ياسين من محافظه الديار. تعرفون العراق بشنو يذكرني؟ بالمثل اللي يقول اللي ينباق يصبر على بوقته لين تطلع البوقه من يتعاركون الحراميه تعاركوا بالعراق راح تطلع البوقه. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. هلا مساء الخير استاذ كيف حالك؟ مساء الانوار يا الغالي. تحية لك وتحية لشعب العراق العربي البطل. بالنسبة للأستاذ هذا رئيس الوزراء هذا ليس رئيس وزراء أستاذ هذا إنسان يعني قريب عجيب هذا رئيس وزراء هذا لا يتصرف ولا من قالوا له أول ما جاء قالوا قطع أذانك استجبنا الخجل يعني مع الأسف على الشعب العراقي يعني العار كيف الشعب العراقي قابل بها هذا أستاذ يعني لا يختفى على الخزعلي ولا كلهم ذيول إيران وهذا الرجل قيل كفو يقود بلد بعظمة العراق يعني صراحة وتحية لك. شكرا لك أبو فيصل. لكن يعني اليوم اللي دا يصير بالعراق مدى أفتهم شنو الموضوع. طبعا مصطفى الكاظمي يوم على يوم دا يثبت أنه هو ضعيف يعني ليس مدحا بفلان وذما بفلان لكن يعني مثلا جماعة التيار الصدري وجيش المهدي لما رفضوا نور المالكي سواء لهم صولة الفرسان نصهم ذبهم جوا بس شو مصطفى الكاظمي ينداس بالبساطيل ما يحكي ينضرب بيته مسيارات صواريخ منفلتة جبانة مدى افتهم يعني انتخابات وخسرتوها بعد اشتردون ان كان هادي العامري وان كان قيس الخزعلي وان كان اي واحد واقف وياهم بهالتظاهرات اللي رافضة نتائج الانتخابات. ابو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمة والاكرام. أستاذ العزيز بالنسبة لهذا القصف بيت السيد مصطفى الكاظمي خليني انطيني مجال شوية هذا أولا يجب معاقبة الاستخبارات نحكيها لأن هاي الضربة للشعب العراقي. اثنين بالنسبة البارحة قيس الخزعلي من تواعد وقال راح تنقصف الخضراء وراح يذبوها بروسنا احنا يعني شنو بعد من وراها ثلاثة اذا هم جادين وراجي يقول يعني 12 كيلو الله يخليك 12 كيلو مطيرين الطيارات من يمه اذا لقوا دولة منين مطلقين فاثبتوا فشلهم يعني قتلت المتظاهرين يلا وينهم يا السيد الكاظم يلا ما تحرك نفسك مو شغلة مكشوفة أستاذ العزيز والله لعبة معروفة
ما ينرادلها ترى لا شغلة استخبارات ولا ينرادل عمي شغلة الميليشيات العصائب هاي هي هذا اللعبة لهم هم تكافعات مشاملات وكاف لأن أخرى ثانية إذا سمحت لي اليوم كلها الدين وعمل هذا هذا العامري قيس الخزعلي الصديق يدينون هاي العملية الإجرامية يعني هاي العملية من قام بيها الطيارات منين اجين يعني 12 كيلو وين لعد الجهد الهندسي عندكم وين الاستخبارات وين المنطقة الخضراء المحصنة زين وين الامريكان اللي كانوا يبيعوا لكم الرادارات وغيرها وينها لعد وينها هاي كلها يعني اذا سمحت لي ولو طولت عليك هاي انا اعتبرها اهانة للشعب العراقي هذا اللي استهدف سيد مصطفى الكاظمي يعني بمعنى يقول لك يا الشعب العراقي ترى انا موجود بكل لحظة نعم 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 شكرا لك ابو عراق. هيئة علماء المسلمين قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق يعني قال انه قصف منزل الكاظمي يؤكد على ان النظام السياسي الحالي يمر بمأزق كبير وان ما جرى يعزز القناعات المتنامية لدى العراقيين انه ما لا قيمة للانتخابات ولا اثر لها في تغيير الوضع المأساوي اللي عيشه العراقيين. عبد الشكور من السماوة حياك الله. عبد الشكور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا اللي قامت بقصف منزل قائد العام للقوات الإسلامية هذه الميليشيات الفاسدة الطاغية هذه وعلى رأسها هذا العامري ومقتل الصدر وقيس الخزعلي هم اللي قاموا بهجمة على منزل القائد العام للقوات المسلحة. زين لا هؤلاء مجرمين هؤلاء مذهبيين وعنصريين وإماميين هؤلاء هم طغاة هم اللي يريدوا تدمير العراق وسحب العراق بأحضان إيران هؤلاء كلهم عراقوا دماء العراقيين وما زالوا يقون دماء الأبرياء في كل مكان في العراق هؤلاء المذهبيين العنصريين الإماميين اي والله وعلى رأسهم الدكتاتور الطاغية هادي العامري ومقتل الصدر وغيرها من الطغاة والمفسدين هم اللي قاموا بقصف زي عبد الشكور سؤال عبد الشكور أخوي عبد الشكور سؤال نعم. هو صدق القائد العام للقوات المسلحة شو مدى صدق لا أخوي لا عيني هذه مجرد مو مدافع عن القائد العام للقوات المسلحة زين احنا نسينا ماذا ارتكبت القوات الأمنية في بغداد في قضاء المقدادية قبل يومين بارتكاب جرائم الحرب في قضاء المقدادية في نهر الإيمان في قرى أخرى بالتهجير وقتل الأطفال هذه جرائم حرب وهذه جرائم لا لا أنا دعتي على الكاظمي يعني الكاظمي صدق القائد العام للقوات المسلحة لا عين لا يقول لا هذه الله في الإماعات التي مختبئة بأحضان الأمريكان هذه الله بيعطيك يا أخي هذه الإماعات داخلة مختبئة بأحضان الأمريكان بالتالي من صار القصف على منزل الكاظمي تخلوا الأمريكان عنهم ولا دافعوا عنهم أبدا أي والله والسلام عليكم ورحمة شكراً الله شكراً لك عبد الشكور. أبو راشد من عمان حياك الله. تحية لك يا أخي أسد والمشاهدين المحترمون طال حياك وبياك يا الغالي. اللي صار في العراق البارحة فيلم من هيلبيت مترجم باللغة الفارسية قال عمرك واضح أن المالكي عنده علم اليقين لأن كان البيت مهجور. هل معقولة أن عدة صواريخ وطائرات مسيرة لم تقتل واحد من الشعب العراقي في المنزل؟ هذا غير صحيح. لما كان الكاظمي في قيادة الاستخبارات والأمن عطى معلومات حق أبو بكر البغدادي في سوريا هل أن المالكي لم يعلم بما يجري في العراق؟ ثانيا بالنسبة حق القرار أن رئيس مجلس الوزراء يتخذ قرار بإقالة وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير الأمن
على ما هو ان بس النكر والاستنكار في الجريمه اللي صارت في العراق هذا مؤثر للشعب العراقي طبعا ليس للحكومه العراقيه وكان مسيس بالنسبه للحكومه العراقيه. نعم شكرا شكرا لك ابو راشد وتحيه حب واحترام الى الشعب الاردن والشعب السعوديه لمشاركه ابو فيصل من السعوديه وابو راشد من عمان. ابو عراق من كربلاء حياك الله. الله يحييك شلونك شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء اخوي العزيز. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. شلونك استاذ شلون؟ نحمد الله على كل شيء بخير احنا انتم شلونكم؟ ابو عراق والله استاذ هي ابو عراق اذا امكن بس نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون يكون افضل اخويا. الدلل اخويا العزيز تسلم لي قول اخويا قول ابو عراق. اخويا العزيز بعد شفت انت اليوم ضربه الخضراء على مود رئيس الوزراء الكاظمي. نعم بينه في الشغله يعني هم الاحزاب يا هو هم اول عامري والمالكي ايه والخزعلي ماكو ذول غيرهم هم دمار العراق ذولي هم ذول دمار العراق وانا من محافظة كربلاء والنعم منك ومن اهالي كربلاء اقسم لك بالله وحق امام الحسين وهذا ابو فضل عباس اعرف جماعه اعرفهم شخصيا وتسمح لي كل العالم ايه قدامي جماعة أعرفهم من كربلاء هم كانوا يضربون المتظاهرين يجامون بالعقائد. نعم أعرفهم صورة وصوت وأسامي يمكن ما أعرفهم. نعم وأنا تحققت السلامة إلى رئيس الوزراء الكاظمي. تقدر تعطينا فد اسمي من هؤلاء لو ما تقدر أخويا؟ لا ما اقدر انا خاب على نفسي انا في يوم من الايام اقدر احكي يعني ما انعرف. لا تفضل اخوي مو خاب رقمي انعرف يجوني مره ثانيه وانا ما طلعت الا بخمس ملايين في يوم من الايام. نعم صار معلوم اي مو انا خاب اصيروا شغلاتي صار معلوم اخوي اي اذا تقدر تخابرني واعطيك المعلومات المضبوطه. تمام انا اخاف احكي مو فد يوم من الايام قلت لك كظوني حكيت الحكايه وكظوني وسجلت ثلاث اشهر وما عدت فلوس بعت بيت تجاوز بخمس ملايين يلا طيتني يلا طلعت. نعم اي نعم انا اقدر اوصل لك معلومات وانا شرف بهاي القناه الشريفه. نعم هاي قناه شريفه عراقيه مقدسه. يسلمك اخوي العزيز. شكرا لك ابو عراق من محافظه كربلاء. طبعا هاي واحده من معاناه الشعب العراقي انه اليوم تكميم الافواه وصل انه ما يقدر يحكي حتى بالتليفون. يعني مثل ما سمعت ابو عراق يقول مره حكيت بعت بيتي وانسجنت على مود اطلع من وراء الحكايه اللي حكيتها. ريان من امريكا حياك الله. ريا من امريكا حياك الله. السلام عليكم استاذ اسل والحمد لله على سلامه العراق كله. بس أريد أجاوب على سؤالك. أنت تقول القوات المسلحة هو مو رئيس القوات المسلحة بالعراق المصطفى الكاظمي. أستاذ أسل مو دفاعا عن مصطفى الكاظمي أو غيره بس هسه إحنا تجاه دولة وغوغاء دول الغوغائيين من كانهم يحرقون البلد على مود مصالحهم. ولهذا أيا كان من يقف بوجه هذول الزمرة اللي هم يسموهم أحفاد الشعبانية اللي الله ينتقم منهم فإحنا وياه. أنا مو ويا المالكي ولا ويا الصدر ولا حتى ويا بس الكاظمي إنسان إجى على بلد خايرة قوات يعني أي قوات مسلحة هو أصلاً ليش بقى ضباط الكلك هم صاروا بمناصب. أخت ريا تقولين الكاظمي إجى يعني كأنما الكاظمي اجى للعراق لما صار رئيس وزراء العراق. حتى من كان بالاستخبارات استاذ اسل البلد
خرب من زمان يعني صار له 18 سنة. انت تعرفين ايش وقت كان بالاستخبارات من ياش وقت؟ من مسرحية داعش يعني من زمن المالكي وحزبي. صحيح صحيح أنا وياك، لكن بلد إذا ما بي جيش وشرطة والميليشيات بالشوارع يعني تصير حمامات دماء مثل ما سووها بتشرين. مو أنا هذا السؤال اللي سألته، ليش العراق بي جيش وشرطة؟ إذا ما بي جيش وشرطة بيش يحارب؟ بيش يحارب مصطفى الكاظمي؟ هذا اللي دي يسويه هو أصلا صحيح مقصر وهواية أمور ما قدر يصححها، لكن هذا هو الموجود. يعني هسه انت من زين تقول زين اجوياج اخت ريا اجوياج، فلنفرض انه هو عنده جيش وشرطه، فلنفرض لانه ترى ترى تعداد وزاره الدفاع ووزاره الداخليه المنتسبين اللي موجودين بهم ما شاء الله هوايه، وواحد من عندهم مثلا هشام الهاشمي الناشط هشام الهاشمي رحمه الله عليه اللي قتله منتسب بالداخليه وبسلاح مال الدوله، المهم ما علينا ما نريد نطب بغير باب. بس مصطفى الكاظمي اذا راد يحرك فصيل، ما اقول لك لا لواء ولا فرقه ولا كتيبه ولا فصيل، 20 جندي يمون يقدر؟ لا ما يقدر، لانه من ال 20 جندي تاكد اكو ناس متواطئه ويا الجهات الخارجيه. البلد ماخور دكتور استاذ اسد، احنا دا نمشي بفتشي يعني على الاطلال دا يمشي هو الرجال، ماكو البلد دمرها السنين كليته. تمام، وان شاء الله يا ربي تتوحد الصفوف ويرجع بلدنا ونرجع على العراق اللي هو امنا وابونا، والله ينتقم من كل من دمر هذا البلد. تمام شكرا شكرا جزيلا لك اخت ريا. ابو شيماء من بغداد حياك الله. ابو شيماء ابو شيماء تسمعني؟ الله يسعدك حبيبي. ويسعدك حبيبي. الله شلونك عيني استاذ اسد؟ الحمد لله اخوي العزيز. انت شلونك؟ ان شاء الله بخير. هذا اللي يحكي من كربلاء هذا ما اعرف شنو يعني، لا يشكك بالعالم ولا يحكي عن اللي يغلط على الناس، عيب يعني. انت رجل الله يعلم انت شنو تاريخك، فالمفروض ما تحكي على ناس، لا الناس مجاهدين. يحكي على الشيخ الغزالي اللي بالنص بغداد البارحه يفتر اول البارحه قتلوا اتباعه، جت قوات امنيه صاروا ثالثه وقتلوهم، شو ما حد اجى ما حد قال ما حد حكى يعني، مقصر الرجال الغزالي. لو هذا العامل الشيخ المجاهدي ابو شيماء اريد اسالك سؤال ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء عوفنا من شيخك عوفنا من شيخك كائن من يكون، اريد اسالك سؤال. شو من صار ثورة تشرين وطلعنا هنا بصوتكم ونحكي بدماء الشهداء، حضرتك وغيرك تحكون علينا وتقولون ذولا مندسين على البلد، نحكي على الميليشيات تقول انقتلوا واتباعها، ليش ما تحكون باتباعها؟ زين قيس الخزعلي اخوي العزيز، قيس الخزعلي ما شارك بعمليات الناصرية؟ اذا تقول لي ما شارك ارجع للانترنت دور باليوتيوب. أنا والله العظيم كذب سمك، انا من الناصريه، انا قاعد بغداد وجمعت كلهم هناك، كذب سمك. هذا تلفيق مال ذولا اولاد السفارات واولاد الصرخيين واليمنيين اليماني ذولا الحثالات، صدق شنو دور الحثالات يعني. ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء انت تقول ابو عراق من كربلاء حكي، ما المفروض تطو انت هسه قاعد تتهم ثوار وتتهم ناس وحثالات يعني هسه شلون؟ أستاذ الآن تعرف الآن حكي منطقي، أنا ابن البلد وأعرف هذا قاعد شنو. أنا زين راح أذكرك بواحد أنت تقول ابن الناصرية صح أبو شيماء؟ ابن الناصرية من بلد حيد، أخاف ما تعرفني، معروف هناك جماعة الكنترول مرت اللخ. أبو شيماء مني خابر مو ببغداد، من الناصرية. المهم أبو شيماء بس من رخصك أخويا من رخصك، أنت تقول مشارك فراس الشمري من انكتل هو من العصايب واجا قيس الخزعلي وقام يهدد وقام يتوعد وتقول لي مشارك؟ وين 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 القتل وين؟ بالناصرية؟ اي يا قتلة يا والقتلة؟ منو قتلة استاذ رفل؟ يا والقتلة؟ منو قتلة؟ الثوار سحلو. اي لأنه قتل من عندهم يعني هذا هو يا
استاذ العزيز، اولا طبوا على المقرات مال الحشد حرقوها، طبوا على الفصائل ويتباهون او الاسر اسمو نعرفهم يا استاذ رفل، مو نعرف تاريخهم شنو هو والله العظيم. ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء تعالوا وياي تعالوا وياي عوف وياك انا وياك وياك عوف الثوره وعوف تشرين وعوف اللي صار والعراق كل شيء ما بي، من قتل ولا واحد لا بالانبار ولا بصلاح الدين ولا بنينوى ولا بديالة ولا بالمقدادية ولا محافظة وداعش ما طبوا. أوكي أستاذ العزيز اسمعني اسمعني فلنفرض اسمعني اسمعني أبو شيماء فلنفرض ما حط طبل العراق لا داعش ولا قتل ولا شيء ولا صار كل شيء ماكو، العراق بخير تمام تمام، اللي دي يصير هسه على باب المنطقة الخضراء رفضا للانتخابات وإطلاق نار، هل هذا جزء من العملية الديمقراطية أخوي العزيز وجزء من العملية اللي يؤمن بها هادي العامري اللي يعتبر نفسه سياسي وجاي عن عبر الديمقراطية وقيس الخزعلي اللي يعتبر نفسه أب روحي لجزء من ميليشيا تحافظ على أمن العراق؟ أستاذ العزيز ذولا يعني أنت برب يعني أنت ناس قاعدين ناس يعني مظاهرات سلمية قاعدين، أنا دائما أروح أشوفهم ناس مؤدبين لا عندهم احتكاك ولا عندهم شيء ولا عندهم شيء لا حرقوا محلات لا عد ثوار تشرين كانوا شنو حبيبي ثوار تشرين كانوا شايلين مدفع 120 وشلقات ودبابات ويرمون والبمبات وحرق المحلات وحرق الإطارات يعني نسيناها حرق الإطارات باوع إذا حرق إطارات دي يسدون شارع أوقف أبو شيماء إذا حرق إطارات بأميركا بأميركا من يصير تظاهرات يحرقون تايرات بفرنسا جماعة القمصان البيضاء حرقوا تايرات حرق الإطارات دي يسدون شارع حتى يسوون تظاهرة زين أما ثوار تشرين كانوا شايلين شلقات مثلا لعد رمي الإطلاق الرصاص بباب المنطقة الخضراء منو كان دا يرمي أبويا استاذ العزيز انت شنو يعني هاي العالم تأيد على ثورة التشرين لانه حكوا على لا اكثر ولا اقل، شوف القنوات هاي السعوديه وقنوات الحدث وقنوات العبريه العربيه كم كالعاده 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 يلا اشكرك اشكرك، يعني هذا الاستخفاف بدماء العراقيين ما اعرف الى متى يستمر ما اعرف الى متى يستمر، اشكرك ابو شيماء بس مال ما تجيني تقول لي انه سلميين لعد اللي رموا طلقات بباب المنطقه الخضراء منو ابويا بس أردفتهم سلمي ثوار تشرين الشانو شايلين بس العلم ترى صورهم مليانة مليانة الدنيا بالإنترنت وباليوتيوب بس الأعلام شايلين حتى رفضوا يشيلون أي راية ثانية لا بالحبوبي لا بكربلة لا ببابل لا بأي مكان رفضوا يشيلون غير العلم العراقي والصور كانت موجودة يركض كل شيء مشايل وتجي البومبة هنا وتقول لي الثوار كانوا بومبات ويحرقون محلات والله أنا اللي أتذكره ثوار تشرين نظفوا ساحة التحرير وضافوا إنارة على نصب التحرير ونظفوا النفق مع ساحة التحرير ورسموا النفق ورسموا شوارع وعدلوا ورتبوا وأتذكر هذا الشيء بس ما أتذكر أكو محلات احترقت بس أتذكر مجازر صارت عمارة السنك جسر التحرير من القوات الأمنية والميليشيات أبو منتظر من بغداد حياك الله أبو منتظر انقطع الاتصال ويا أبو منتظر أتمنى يرجع لنا مرة ثانية أبو عقيل من بغداد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام شلونك خالد هلا بيك يا غالي يا أبو هذا قيس الخزعلي هذا طبعا من كان طلعوا تظاهرات ترين ربعه هم قاموا يسوون هاي البلبله والسسمه بالساحه التحرير زين من طلعوا المتظاهرين من رموهم بالسسمه بالدخانيات وهاي ما حد حكى ولا فك حاجه هسه عود استشهدوا عندهم ماتوا عندهم اثنين قلبوا الدنيا وهاي ال 800 ما 900 شهيد ما يحكي عليها هذا الو وياك ابو عقيل زين هاي 800 شهيد الطاومد وكلهم شباب كله عمره 18 سنة و 20 سنة وسووهم جوكرية وسووهم أتباع السفارات ما حكوا عليهم والله هسه مجمعين على مود شسمه استشهدوا على مود هسه لا هو لا هو المشكلة لا هو قاتل داعش حتى نقول عليه شهيد زين
ولا هاي طالع مظاهرات على مود شنو؟ على مود المفوضيه هو. نعم. طالع مظاهرات على مود شخص، يعني على مود شخص مثلا شلون هسه هذا خسر المقاعد مالته وهذا هذا طالع له وهذا لا مو ابو عقيل. ابو عقيل خل حتى انت وحضرتك والمشاهدين الاخرين يفهمون السالفه. مو المقعد الواحد بالبرلمان يفرق له، لانه انت لازم تحسبها انه كل ما زادت عدد مقاعده زادت اذا نسبته في الحكومه، وصارت عنده وزارات من ضمنها سياديه ومن ضمنها خدميه، وكل ما صارت عنده وزاره او صارت عنده منصب او مدراء عامين يتبعون له، شنو معناتها؟ اكو صفقات، وكل ما زادت الصفقات شنو معناتها؟ بوق وخمط وفلوس انشفطت وصارت بالجيوب. هذا المعنى من ادها اخويا عزيز. صحيح. وهم سوا نعم هم ما قدموا خدمات، والجسم والجمهور ما انتخبهم، فخسروا بالانتخابات. ماكو داعي واحد يطلع وجسمه يتقبلها برحابة صدر والسلام عليكم. نعم. شكرا لك ابو عقيل. ابو علي من المدائن، حياك الله يا ابو علي. يلا يا اصلك استاذ رفل الذهب الطيب، حياك الله اخوي العزيز. الله يسلمك. بس سؤال لابو شيماء، ايش وقت يصير عراقي وولاء للوطن؟ يعني هذا الشعب العراقي عانى ما عانى، ليش يدافع للفاسدين وقتلت العراقيين؟ ابو علي قتلت دياله. ابو علي تابع حلقه صوتكم مال باكر، انا متاكد راح يخابر ويجاوبك، لانه هو متابع من الطراز الرفيع لبرنامج صوتكم، وكل ما يخابر والله البارحه واحد خابركم يحكي، والله البارحه واحد خابركم، فراح يتجاوبك ان شاء الله. ابو شيماء سؤال من ابو علي لحضرتك. نعم ابو علي. ليش معنى بس الدفهم؟ يعني خلي سؤال حر. شعب العراق عانى ما عانى، يعني دافع للفاسدين وقتلت العراقيين؟ مرة بحياتك احكي كلمة الحق، قول ذولا قتلت العراقيين، قتلت ديالة، قتلت الناصرية، العمارة، النجف، كربلة، اخوتنا ذولا اهل الجنوب. لا ابو علي ابو شيماء يقول اتحدى انه قيس الخزعلي والعصائب شاركوا بعملية قمع المتظاهرين بثورة تشرين. هاي هو هيك يقول استاذ رفل. هم قتلت العراقيين ذولا، هم ذولا دمار البلد. ليش مو هددوا على العملية السياسية؟ مو مطوقين الخضراء هم بالدبابات والسيارات والمسلحين يا استاذ رفل، الله يرضى عليك. نعم. يعني مرة بحياتي خليه يحكي كلمة حق. أنا كل شيء ما أريد. العراق خط أحمر على كل مواطن عراقي. لا يظل يحكي على المتظاهرين. ويحكي على فلان وفلان وفلان. مرة خلي يحكي أبو شيماء كلمة حق. هسه المتصل أخويا من النجف مع من كربلاء، ليش يكذبه؟ يعني هو الصادق والمتصلين كلهم كذابين؟ وحي الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. حياك. يلا حيا أصلك أستاذ رفل. سلمك أخويا أبو علي، شكرا جزيلا لك. ابو بهاء من بغداد، حياك الله يا ابو بهاء. حيا الله. ان شاء الله احنا اولاد العراق وهذا بلدنا كل الطوائف والمكونات. فاحنا هسه هو هذا الاستهداف لكل العراقيين. اخويا ابو بهاء عفوا ابو بهاء، انا ما هامني مصطفى الكاظمي او غيره، ذولا اللي بعمليه سياسيه لا يهموني ولا يهموك ولا يهمون الشعب العراقي كلهم. لكن انا اللي همني باللي صار لما طلع هادي العامري وطلع قيس الخزعلي، يقول لك اطلاق رصاص حي، استهداف مباشر الى ابناء الشعب العراقي، قتل بدم بارد، القتل حرام، دماء الشهداء حرام. لعد اللي صار بتشرين شنو؟ نعم صحيح، فعلا دم الشهداء حرام. زين هذول من سقطوا وصار عليهم اطلاق نار حي، وهم هذول ابرياء. زين لا يحم. نعم ابوها انقطع الاتصال يا ابو بهاء، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. يعني
ما أعرف أنه هذا الاستهداف إلى أبناء الشعب العراقي من أي طرف كان، أبناء السفارات والجوكرية وغيرها 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 وغيرها، ليش هذا الاستهداف إلى أبناء الشعب العراقي؟ ليش هذا الاستخفاف بدماء الشعب العراقي؟ أكثر من 800 شهيد بثورة تشرين، خيرة شباب العراق، أكثر من 30,000 جريح ومصاب ومعوق، اللي انضرب بوجهه واللي انضرب بظهره واللي انقصت إيده واللي انقصت رجله، هذولا بس بتشرين، غير التعذيب بالسجون وغير الاعتقالات وغير المختطفين وغير المغيبين وغير النازحين وغير المخفيين، بلاوي. ليش هذا الاستخفاف بدمائهم؟ أبو سمية من الأنبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أولا تحياتي لكم أستاذ أفل. حياك الله أخوي العزيز. بداية الكلام أريد أن أبكى للشعب العراقي وللحكومة العراقية الموقرة أن الديمقراطية في العراق قد ذبحت من الوريد إلى الوريد. شو وقت؟ دعوا الناس إلى ذبحت من الوريد إلى الوريد. شو وقت؟ عندما شو وقت انذبحت؟ يعني هسه قبل كم يوم البارحة؟ هي ذبحت من قديم، لكن اليوم قد ذبحت على العلن من قبل أدعيائها. لا مو هسه من تقول لي اليوم قد ذبحت على اوكي، يعني بس احنا نريد نفهم ليش هو كان اكو بالعراق ديمقراطيه اصلا؟ لم تكن ديمقراطيه، كانت هناك ديمقراطيه مدعومه. نعم. اما اليوم فان ادعياء الديمقراطيه بانفسهم قد ذبحوها علنا، هي كانت مذبوحه لكنها بالسر بالنسبه لهم. نعم. اما اليوم فالديمقراطيه قد ذبحت من الوريد الى الوريد من قبل ادعيائها وعلنا وباستخفاف لمن انتخبوا ولكل مواطن عراقي، عندما يهاجمون المنطقة الخضراء وعندما يهاجمون رئيس الوزراء المنتخب بطائرات مسيرة اعتراضا على نتائج انتخابات، هنا قد فضحوا أنفسهم، وهنا أصبح العهر وأصبح الفسد واضح الآن، والدعي أحد بالحرية والديمقراطية مرة أخرى. لا. سؤالي لكم لجنابكم وسؤالي للحكومة وسؤالي لكل عراقي، لماذا هذه الازدواجية في تسمية العمليات الإرهابية؟ الذي نفذ هذه العملية على المنطقة الخضراء معروف توجهه ومعروف أصله. لماذا لم يتجرأ أحد من المصرحين فيقول عملية إرهابية؟ لماذا؟ لأن الذي نفذ معروف من منطقة كذا وكذا، لكن إذا نفذت أي عملية، مع احترامي للمذاهب العقلاء في كل العراق، إذا نفذت أي عملية تشبه هذه العملية من قبل محافظة الأنبار أو نينوى أو صلاح الدين، نعم وصلت وأمسكوا بالفاعل أطلقوا مسمى الإرهاب مباشرة. نعم وصلت أخوي العزيز أبو سمية، وأعتذر منك بس ما أريد يدركني الوقت. طبعاً دا أتكلم عن الطائفية وأيضاً عن ما يسميه أبناء السنة قانون أربعة سنة، اللي هو قانون أربعة إرهاب. بالنسبة إلى رسائل واتساب، السلام عليكم، أبو زين عابدين من البصرة، ما يتأسس بيت وما تتوفر حاجياته إلا بشق الأنفس وبواهظ الأثمان، وإذا بكل هذا يذهب خلال ثواني معدودة على يد عصابات الإجرام، وهذا أمر موجع للقلب، لكنها مقصودة، يريدون إعادة الطائفية من أجل القضاء على ثورة تشرين. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. العراق بلد له ثقله وقوته في منطقة الشرق الأوسط، وتآمر عليه الغرب بواسطة ضعاف النفوس من هؤلاء القتلة المأجورين والاستبداديين والانتهازيين، عصابة الجرباء تحركهم أيادي من خارج العراق وبعض دول الجوار اللي هم أيضا عملاء منضمون مسيطرون على مقدرات وثروات شعوبهم، يدفعون جزية للغرب ثائر قديم وقتل شعوبهم في هذه الطريقة البشعة، والحل بيد الشعب والجيش العراقي، ما يسمى اليوم ضعيف جدا أمام الأحزاب والحشود والميليشيات الإجرامية، والاحتلال يجب أن يغادر العراق. سلام عليكم، شكرا لك على هذا البرنامج الجميل، ودي اتصل بينا على الواتساب، لكن أعتذر منك أخوي العزيز ماكم اتصال على الواتساب.
أخي أفل إحنا الأشراء، السلام عليكم، والله هاي حوبة دم شهدائنا ثورة تشرين شكو شقوا الغير. أخي أفل بس أقول حسبي الله، اللهم بحق محمد تخلص العراق من هاي الأحزاب، دمرتوا العراق. أخي أفل إحنا الأشرار ودمرنا العراق وهم يحبون العراق هيك يفكرون. السلام عليكم قناتنا البطلة. أخي أفل أقول عن الميليشيات الخزعلي والعامري ما شربوا، ما افتهمت شنو الكلمة. رسالة ثانية تقول إيران وقيس الخزعلي وهادي العامري هم أصحاب الجريمة. ورسالة ثالثة تقول الله يكون بعون مصطفى الكاظمي لأن كل شيء ما يقدر يسوي لا يحل ولا يربط. مشاهدينا الكرام، اليوم اللي دا يصير بالعراق هو عبارة عن استهداف لكل شيء بالعراق، حتى اللي هم يقولون انه هي ديمقراطية، حتى اللي كان يؤمن بالعملية الانتخابية، حتى اللي شارك اليوم مش قد 18 17 16% من ابناء الشعب العراقي اللي شاركوا بهاي الانتخابات الضئيلة اللي يعرفها الشعب انها مزورة، حتى هذول اليوم بعد ما يآمن بهم بسبب افعالهم اللي دا يسووها، خسروا بالانتخابات. روحوا شوفوا لي العالم، هواية ناس خسرت وهواية ناس بقت، وينهم اللي كنا نعرفهم؟ جاك شيراك ولا بوش الأب ولا الابن ولا دونالد ترامب ولا أي واحد، كلهم راحوا إلا بالعراق، إجا قاعد على الكرسي حط له لزقة جونسون وقاعد فوقها. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر بإذن الله في مال الله.